من اخبار العابنا الفرديه هنبتديها من وزاره الشباب والرياضه اللي اكرمت النهارده اللاعبين المتفوقين في المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي، وده في حضور عدد من اللاعبين اللي قدموا مستويات مميزه خلال الفتره الماضيه. التكريم تم في المركز الاولمبي بالمعادي، وحضروا العديد من اللاعبين والمدربين والشخصيات الهامه. كما ملعب الابطال كانت متواجده في التكريم. تعالوا نشوف كده بعض اللقاءات ابطالنا او ابطال المستقبل ونرجع مره. بابا المدرب بتاعي وماما المدربه بتاعتي. ماما وبابا ابطال عالم، لفوا العالم كله، فانا اتولدت في الصاله. مش هعرف اقول ان انا لعبت بقالي كام سنه، عشان انا اتولدت لقيت نفسي في الصاله ولقيت نفسي في اللعبه دي. ابقى بطله اولمبيه، بطله عالم، ارفع علم مصر، اخلي مصر دي اكبر يعني في اللعبه دي، نحقق فيها كل البطولات اللي لازم نحققها ونعرف نستمر في اللعبه دي ان شاء الله. الحمد لله تم انضمامي للمنتخب وخدت كاس احسن لعبه في بطوله البروتور، وهي حققت خامس جمهوريه البطوله اللي فاتت بتاعت الجمهوريه. انا وانا صغيره بحب اللعبه دي وكنت نفسي العبها. لا قبليها لعبت كاراتيه وسباحه كاراتيه وسباحه علشان انا حبيت اللعبه قوي وكانت احسن من كاراتيه والسباحه، وحبيت العبها عشان لقيت نفسي شاطره يعني فيها. كنت بلعب جمباز، اخترت تنس طاوله لقيتها لعبه جميله. انا مثل الاعلى دينا مشرف وعمر عصر، ونفسي ان شاء الله اخش الاولمبيات وبكون بطله عالم. بدات المصارعه من 4 سنين، جربت كذا لعبه، كاراتيه، سباحه، العاب قوه، بس انا ما حسيتش ان كل الالعاب دي انا مبسوط فيها او هي زي قوه لعبه المصارعه او كثافه تمرينها. لعبه مجرد ما بداتها حبيتها، ولقيت المدربين اللي حطوني على الطريق ان انا يبقى عندي هدف في اللعبه دي واحقق فيها ميداليات واكسب عكس الالعاب التانية. وانا المدربين اول ما شافوني قالوا لي ان انت شكلك مصارع وهيئه جسمك مصارع، فالحمد لله كان ربنا كرمني بجينات ان انا ابقى كويس في اللعبه دي. البطولات اللي حصلت عليها، اخد اول جمهوريه 5 سنين ورا بعض، ودي حاجه صعبه في المصارعه عشان المصارعه يعني تكسب مره والميزان بيتغير وكده، بس انا الحمد لله قدرت احافظ على اللقب بتاعي. واخر بطوله خدتها كانت في 2020 اول افريقيا في الجزائر، لعبت مع اللاعب التونسي واللاعب الجزائري اصحاب الارض، كانت البطوله في الجزائر وهو لعبت الجزائري، والحمد لله كسبت بالتفوق الفني يعني فارق 10 نقط، ولعبت اللاعب المغربي على النهائي، وكنا نلعب بطوله بحر متوسط تبع المشروع برضه وبدعم المشروع، بس لولا بقى الظروف الكورونا. كنا بفرح جدا لما بشوف التكريم لابطالنا دول تحديدا، اللي يمكن قلما لما بيحسوا بانجاز بيعملوه، لان يعني دايما وابدا الالعاب الفرديه ما كانش بيبقى ملقى لها ضوء قوي. دلوقتي معاكم في برنامجكم في ملاعب الابطال وعلى شاشتكم اون تايم سبورتس كل تسليط الضوء عليها، وكمان كنا اتكلمنا في موضوع ان ازاي لابد من تكريم ابطالنا دول عشان يبقى دايما عندهم تجديد للحوافز والهدف بتاعهم يبقى على طول حاضر ان هم يحققوا بطولات من النوع ده من التكريم، وكمان تسليط الضوء واللقاءات معاهم اكيد بيفرق معاهم بشكل كبير جدا في تجديد اهدافهم وحوافزهم.